ازيكم عاملين ايه؟ معاكم ايه منتظر اكسسوارز ديزاينر. النهارده هقول لكم ايه الحاجات اللي احنا المفروض نبعد عنها ونتجنبها عشان لون الاكسسوارز بتاعنا ما يغيرش، ولو اللون بتاعها غير نرجعه ازاي تاني. دلوقتي هنقول ايه هي الحاجات الاساسيه اللي احنا المفروض نتجنبها عشان نخلي الاكسسوارز بتاعنا عمر اطول وما يغيرش لونه بسهوله. اول حاجه مش هنرش بيرفيوم على الاكسسوارز بتاعنا دايركت، تاني حاجه ميه البحر وميه البول، ثالث حاجة الكحول اللي احنا بنستخدمه على طول دلوقتي ما نرشهوش دايركت على الاكسسوارز بتاعتنا، رابع حاجة ما نحطش كريم ونلبس الحاجة على طول، لازم نتأكد ان هو نشف وبعد كده نلبس الحاجة بتاعتنا. دلوقتي هقول لكم هنستخدم ايه عشان لو حاجة لونها غير عندكم ترجعوا لونها تاني ازاي. هقول لكم وصفتين استخدموا متاحة عندكم. يلا نشوف المكونات بتاعتنا. عندنا هنا مية سخنة، شوية ملح، شوية خل، بولة. دي اول وصفة، خلونا نشوف هنعملها ازاي. دي كنت عاملاها بطريقة الخل والملح والمية، ده كان لونها قبل وده لونها بعد. خلينا نشوف هنعمل ايه. الوصفة الاولى هنجيب عندنا شوية ملح، هناخد منه حبة كده، بعد كده هنحط عليهم شوية خل، بعدين عندنا هنا شوية مية سخنين حبة صغيرين، هنقلب. هنجيب الحاجة اللي عايزين نرجع لونها تاني وهنحطها في الخلطة اللي احنا عملناها، هنقلب وهنسيبها في الخلطة دي 10 دقايق. بعد لما سيبناها في الوصفة بتاعتنا اللي احنا قلناها 10 دقايق، طلعناها حطيناها في مية عادية شطفناها بيها، بعد كده نشفناها كويس، وعشان نحافظ عليها ونعمل لها كوفر وما يتغيرش لونها هنحط عليها نيل بولش شفاف. ده كده هو شكلها، لونها اهو رجع تاني. هنجيب النيل بولش الشفاف هندهنه عليها، هنسيبه ينشف وهنجيبها على الجنب التاني ونكمل. النيل بولش الشفاف ده بيخلي عمرها اطول، بيخلي كده نحافظ عليها لونها ما يغيرش بطريقة سهلة، لو حاجة جت عليها بالغلط يكون معمول لها كوفر كويس. عندنا الوصفة التانية بحاجتين بس، معجون السنان واي فرشة قديمة عندي. انا كنت عاملة هنا بالوصفة التانية بمعجون السنان، دي هي شكلها قبل ودي شكلها بعد. خلينا نشوف هنعمل ايه. دلوقتي هنجيب السنسلة بتاعتنا هنحط عليها معجون سنان، شوفوا ايه اللي متوفر عندكم. نحط حبة كمان على الفرشة بتاعتنا، هندعك كويس جدا بالمعجون، ويستحسن المعجون يبقى ابيض، بس اي حاجة موجودة عادي هتنفع. هنعملها جامد كده بالمعجون، هنقلبها الناحية التانية وهنعمل نفس الطريقة. نتأكد بس ان احنا عملنا من كل الجوانب بتاعتنا. دلوقتي هشطفها بمية وهنشفها كويس وهوريها لكم. ده كده هو بعد لما طلعناها.
بعد لما طلعناها برضو حطيناها في مية، شطفناها كويس، نشفناها كويس. هنعمل الكوفر بتاعنا، هنحط عليها نيل بولش شفاف بالراحة خالص كده، هنسيبها تنشف وهنقلبها الناحية التانية ونعمل لها كوفر من الناحيتين. كده نكون عملنا الوصفتين. شوفوا ايه المكونات المتوفرة عندكم واستخدموها. الوصفة الاولى كانت خل وملح ومية، هنسيبهم 10 دقايق. الوصفة التانية كانت معجون سنان، والاثنين بننشفهم كويس ونعمل لهم كوفر بالنيل بولش. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير. هستنى كومنتات في اي استفسار ليكم. باي باي.